You fight hard for 23 sir. We fight hard. No more easy passes, no more open shots. You fight hard. I don't care if you lose, but fight. Push your ball every time. Miss comeback, start pushing. Let's go. الدقايق العشر الأخيرة طبعا من مباراة الرياضي وهوبس دور دبي ال 31 لكرة السلة قمة المجموعة الأولى المواجهة اللبنانية بوزيشن راح تكون مع هوبس ويلي بورن ويلي جابرييل عم يتعرض للبلوك شوت مايك إيفيبرا مايك بيدخل مايك ما معقول يلي عم يعمله اليوم مايك إيفيبرا قبل ما تنزل بالسلة قلت ما معقول يلي عم يعمله مايك إيفيبرا شيف مايك أجمل السلات بالمباراة هي بتوقيع مايك إيفيبرا اليوم بكل صراحة هو عم يصنع الاستعراض جيسون صوفان مرة جديدة من برا ما بينجح انه يسجل الريباوند وائل عرقجي وائل اول ذا واي لكن بفضل يطلع لبرا لهايك يلي بياخذ الاوبن شوت جيسون مرة جديدة مايك إيفيبرا مايك إيفيبرا درين شوت عم بينجح فيها 22 نقطة عنده مايك إيفيبرا أرقامه عالية جدا بهالمباراة مايك إيفيبرا إضافة ل 6 ريباوندز رجع الرياضي للديفنس 2 3 بالوقت يلي جيسون صوفان بحاول يخترق ما بسجل قلبه قوي هاللاعب جد الحاج أكيد خلفه مدير فريق فيصل العاوي وطبعا رئيس البعثة لاعب هوبس السابق حسين أنسو ترقب كبير لنتيجة هالمباراة الرياضي أصبح مرتاح أكثر وأكثر مع بداية الكوارتر الأخير جيسون رح يكون عنده محاولتين ما بسجل الأولى جيسون تانية بينجح فيها جيسون صوفان بصير عنده 6 نقاط مازن منيمني بجرب يطلع من البريس يلي عم يعمله لجيسون صوفان لهايك هايك هايك لمازن حلو كثير حلو كثير مازن عم يتعرض لخطا هون بالإعادة مرة جديدة خطأ من نادي هاشم هذا الخطأ الرابع على نادي هاشم خطأ الرابع من نادي هاشم ومازن منيمني اللي سجل 3 من 5 على الفري ثرو لاين ما عم ينجح بمحاولته الأولى عنده 4 نقاط أو عنده 4 نقاط طبعا مع هالسلة من على الفري ثرو لاين مازن منيمني بدا 10 نقطة لمازن منيمني باللقاء ميتشل لصوفان منه العد جابرييل على البيز لاين بحاول يحط على سيجي جايلز ستيل مرة جديدة مايك إيفيبرا لعند هايك هايك تحت السلة هايك من جديد هالمرة مقطوعة وميتشل بيروح وبسجل الايزي باسكت هيدا جو عبد النور قائد النادي الرياضي اللي بحديث قبل بداية المباراة البعض عنده أمل انه يكون موجود بدورة دبي يعني بانتظار تفاعل العلاج
بانتظار تفاعل العلاج طبعا معه. اصابه بالركبه اكيد عم تبعد جان لحد الوقت عن دورة دبي، بيأمل العوده سريعا ليكون موجود الى جانب فريقه. افضل ريباوندر للرياضي ب 200 ريباوند بالموسم الماضي ببطوله لبنان. مايكي بيضرب من مسافه كثير بعيده لكن ما بسجل. جيسون بينطلق مع توني ميتشل، سي جي جايلز تحت السله، ايضا علي منصور، علي لبرا مره جديده. توني ميتشل بياخذ الاتمت وبيسجل على 3 بوينتس المره الاولى بمباراه اليوم. توني ميتشل بس البوجي، وائل عرقجي بجرب يخترق، وائل عرقجي بايده الشمال عم بيسجل. يا وائل ما معقول وائل عرقجي بالتخصص، رائع جدا سلته لوائل عرقجي. علي منصور ما بيسجل مره جديده، عم يتسرع السرعه غير التسرع، في فرق كبير. وائل فارق 9 منه فارق كبير او 11 نقطه الفارق بالوقت الحالي 68-79. خطا من دوين جاكسون على توني ميتشل، فارق 11، اذا ايضا منه فارق كبير بالنسبه للوقت المتبقي 6 دقائق و23 ثانيه، وقت طويل بعالم الباسكتبول. مايك إفيبرا على البنش، عم يترك ارض الملعب، عم يصعود، عم يكون موجود مكانه. بس البوجي ايضا مع وائل ودوين جاكسون ومازن منيمني، المحاوله ما بتنجح، مازن عم ياخذ ريباوند دفاعي. اكثر واكثر عم يجرب الرياضي يقتل هالمباراه، اكثر واكثر عم يجرب يصعب الامور على هوبس. وائل لباسل، باسل بايده الشمال عم ينجح يسجل باسل بوجي. 4 نقاط لباسل. جيسون اوبن شوت، جيسون سوفان النمبر 3 بتاني 3 بمباراه اليوم. حلو كثير من جيسون سوفان، عنده ثقه كثير كبيره بحاله واللاعب صغير بالوقت يلي وائل عرقجي عم ينطلق. امير سعود، امير لمازن على اللو بوست، باسل بوجي عم يدافع عليه، حبيب عبد الله بظهره، توني ميتشل رح يعمل هالب في حال قرر يبرم باسل، لكن ستيل عم بيكون موجود. وجابرييل صليبي عم يروح على السله وعم يعمل سلام دانك. جابرييل صليبي استعرض بالسله الاخيره، جابرييل صليبي والفارق بينزل من 10 نقاط ل 8 نقاط والتايم اوت عم يطلبه المدرب جاد الحاج بالاعاده مره جديده. اسيست علي منصور والسله الاستعراضيه اللي كانت من جابرييل صليبي. نقاط واكيد ما فيش انتهى بالمباراة، 5 دقائق ونص. مازن منيمني، دوين جاكسون بيطلع مع وائل من البراس، امير سعود ماتو مانديفاس بالوقت الحالي عم يجرب يعملوا هوبس، عم ينوع دائما بالحاله الدفاعيه هوبس مع دارين تاونز، سي جي جايلز.
3 seconds turn over على النادي الرياضي داريان تاونز. سي جي توني ميتشل توني بجرب يخترق على السله. توني ميتشل ما بيسجل. توني سيجل ما بيقدر ياخذ الريباوند. دي جي هو اللي اخذ الريباوند. امير سعود بيطلع مع مازن منيمني ومجددا الرياضي امام فرصه تعزيز النتيجه وتوسيع الفارق، لكن مازن منيمني ما بينجح بهالامر. 8 نقاط هو الفارق. علي منصور، علي تحت السلة، علي منصور حلوة كتير، حلوة كتير يا سي جي. كيف تابع سي جي؟ ما معقول، ما معقول سي جي جايلز كيف تابع على السلة بطريقة رائعة جدا. سي جي جايلز سجل سلة استعراضية، الفارق عم ينزل للستة. قلت لكم ما بشي تعب هالمباراة، كل الاحتمالات موجودة. دوين جاكسون بالأوبن شوت ما بيسجل دوين، لكن مازن منيمني الرجل المناسب بالمكان المناسب سجل نقطتين جديد للرياضي. 8 هو الفارق. علي منصور حبيب عم يلعب على وائل تحت السلة، أيضا تمريرة خاطئة مقطوعة كانت هون من أمير. وائل لدوين جاكسون من جديد لعند وائل، عم يجربوا يستفيدوا من كل ثانية النادي الرياضي بهالكوارتر الأخير وبالدقايق الأخيرة منه. وائل لبرا لدوين جاكسون 9 ثواني، وائل بياخذ الشوطة من برا. وائل عراقجي إيز أون فاير بالوقت الحالي، عم يسجل ثلاثية ممكن تكون قاتلة لأحلام ووبس للعودة بهالمباراة. سايلنت كيلر وائل عراقجي. توني ميتشل بحاول يرد بنفس الطريقة. علي منصور بياخذ الريباوند الهجومي. اليوم ما شفنا علي منصور يلي بنعرفه بصراحة. عارفين الرياضي اللي يقولوا الحلول لعلي منصور، سجل نقطتين بس لكنه مرر 6 كرات حاسمة، 6 اسيست لعلي منصور. طبعا سكور المهم بصفوف فريق هوبس، كان بيأمل اكيد هوبس يكون عنده سكور اكبر. لاعبين بس قدروا يعملوا دبل فيجرز بهالمباراة، هن كريم زينون ب 13 نقطة وتوني ميتشل ب 11 نقطة. كريم لا يزال على البنش اكيد الإصابة اللي تعرض له عم تخليه برا بالوقت يلي فريقه من دون شك بحاجة لخدماته. ثلاث دقائق وثمان ثواني متبقيين على نهاية المباراة الكبيرة بين هوبس والرياضي. فريق 11 للرياضي بعد سلته الثلاثية لوائل عراقجي. جيسون صفال أيضا بياخذ المحاولة من برا ما بتسجل جيسون. وائل مع دوين جاكسون، الرياضي عم يلعب بطريقة ذكية، عم يجرب يستفيد من كل ثانية بأواخر المباراة وبكل ثانية من هجماته ومحاولاته. وائل لدوين جاكسون من ثواني. داريان تاونز عم يتعرض لستيل داريان تاونز. وائل 4 ثواني، وائل بياخذ الاتمب ما بيسجل. وائل علي منصور، علي
بحطها لميتشل، بيطلع ميتشل وبيسجل. توني ميتشل جونيور عم بيسجل نقطتين، والفارق عم ينزل للتسعة. دقيقتين واثنين وعشرين ثانية متبقيين. هوبس أكيد بده يجرب يمنع الرياضي يسجل بهالمحاولة، وسجل بدوره ليحافظ على أماله بالعودة ويفرض اكسترا تايم بهالمباراة رغم صعوبة المهمة أكيد بظل الأداء الدفاعي الجيد يلي عم يقدمه الرياضي وبظل وجود داريان تاونز تحت السلة. داريان عم بيسجل مرة جديدة وعم يقدر يعمل الفارق. بيج سايز بلاير، بيج جاي تحت السلة عم يقدر يعمل الفارق بغياب أكيد سي جي جايلز تحت سلة. هوب صوفان ما بينجح المرة. شوفوا شوفوا داريان تاونز كيف قدر يسيطر على الريباوند. هيدا الأمر المتوقع، قلت أنا إنه داريان تاونز راح يكون مرتاح بالوقت. قال لي علي منصور عم يرتكب خطأه الخامس وعم يصير خارج أرض الملعب. مالك سليمان مالك سليمان أصغر من أصغر لاعبي البطولة أكيد وأصغر لاعب اسمه هوبس. دلوقتي رودريج عارف ياخد الشوطة من برا ما بيسجل. رودريج داريان أيضا بياخد الريباوند. قلت لكم هيدا الفارق في ميس باتش كبير تحت السلة. داريان تاونز عم يقدر يستفيد مرة جديدة. توني ميتشل لنادي ياخد الأتمت من برا. نادي وبيسجل. نادي هاشم خمس نقاط لنادي والفارق 10. دقيقة وست ثواني. هل رح يلجأ هوبس للأخطاء لإيقاف المباراة؟ هذا الأمر يلي رح نعرفه. مازن لرودريج، ما حدا عم يعمل الفاول. أيضا مازن أمير سعود. داريان تاونز ايضا داريان عم بيطلع السلة ما بيسجل. رودريج بياخد الريباوند وبيخلي التشانس والفرصة للرياضي لبرا. امير 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 لداريان تاونز. شوفوا كل الطابات عم بيسلموها لداريان تاونز. كل الطابات عم بيسلموها لداريان تاونز. داريان تاونز على فري ثرو لاين ينجح بمحاولته. يعني طبعا اكيد كل ردود الفعل بعد هالمباراه من ابرز اللاعبين تقدروا تتابعون عبر بيج ام تي في سبورتس على السوشيال ميديا، ام تي في سبورتس ايضا على انستغرام. دائما نحن معكم بالنقل المباشر. اكيد بكره راح يكون نهار حافل ونهار طويل، ثلاث مباريات للفرق اللبنانية وثلاث مباريات رح نتابعها نحن وياكم مباشرة بكرة على الساعة 1 الظهر. سلا المغربي رح يواجه هوبس بمباراة مهمة لفريقنا اللبناني، بينما الرياضي رح يلتقي مع الوثبة على الساعة 5 والساعة 7 بيروت بيواجه مايتي سبورتس الفلبيني أيضا بمباراة رح تكون مهمة جدا لبيروت. 10 ثواني وخمس اجزاء، 14 نقطة الفارق للرياضي. على الامور انتهت على ارض الملعب. الرياضي عم بفوز على هوبس وعم ياكد صدارته للمجموعة الأولى. بيرفع رصيده لثمان نقاط، هوبس رح يكون رصيده خمس نقاط مثله مثل سلا. من هون مباراته بكرة مع سلا رح تكون مهمة جدا. هيدا مالك سليمان 15 سنة أصغر اللاعبين بالبطولة وأكبر اللاعبين بالبطولة عم زقف له يلي هو جون منصور. 42 سنة جون منصور موجود على البنش. نقطتين أكيد خطوة جريئة من المدرب جاد الحاج بإعطاء الفرصة لهاللاعب بمباراة أمام بطل لبنان وبطل دورة دبي يلي عم ينهي هالأمور بفارق 12 نقطة 94-82. طبعا الف مبروك للنادي الرياضي. هارد لك لهوبس. بالانتظار اكيد مباريات كبيره من قبل هالفريقين بالايام المقبله ضمن دوري دبي ال 31. نحن معكم دائما بنقلنا المباشر عبر ام تي في 1. بتشكر اكيد متابعتكم مشاهدينا ومن هلا لبكره بدي ودعكم. الى اللقاء.